صباح النور، كي دايرين؟ ولا مساء النور عندكم؟ دابا نتوما في المغرب، هنا كي تتشوفوا معايا. فقت صباح بكري، اول حاجه درتها بدلت الغطيان ديال الناموسيه ديالي ولي زور وداكشي، صوت صبنتهم ودرتهم ينشفوا على برا. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا كاين فيه غير الجرة، غير يعني غادي نخرج شويه من الكوزينه، عندي بزاف ما نقضي على برا، وقلت نشارك معكم ان شاء الله داكشي اللي غادي ندير. سو كي شفتوا معايا درت لوندري، دابا غندخل ان شاء الله نولد فطور خفيف ظريف. الفطور صبت هنايا عصير ديال المانجو مع الليمون والاناناس، المفضل عند الاطفال ديالي، والدراري بغاو توست مع الكريم تشيز فيلادلفيا وافوكادو. صافي عطيتهم فيتامين ديالهم، هما يا صافي خرجوا جالو بيسداهم، وانا يا صافي هزيت ومشيت لكاسكو. ان شاء الله اول حاجه درتها وقفت في ستاربكس، خديت لي واحد ايست كوفي، خصني شويه لانرجي باش نجري اليوم. مشيت لكاسكو، كنتو تشوفوا معايا كاسكو عرفتي على الدخله، حاط لينا الماعن داكشي تيحمق، قراعي ديال الدجاج حاطين داكشي تيحمق، يعني على الدخله غير دخلي ما تقديش السلعه ديالك، سير شري الماعن وبقاي. صافي راه بزز باش حبست راسي، ما خديت والو ما خديت والو. صافي يا هذيك، صافي سيت درت لا ليست ديالي، كنت مصوباها، خديت داكشي اللي في لا ليست ورجعت للدار، حطيت السلعه كلها في الدار ودرت داكشي في الثلاجه، ورديت الغدا دغيا بالزربه. وهذا انا اليوم ان شاء الله ما غنشاركش معكم الماكله، قلنا غنخرجوا من المطبخ. صافي سيت طوموبيلتي ومشيت لهنايا البارك اللي عندي مورا الدار، وقلت سعيده اليوم ديالك شحال هذه ما تمشيت في الحقيقه، لان من نهار فاش رمضان فاش كنت تقصحت في رجليا وداكشي، دابا الحمد لله وليت تنقدر نمشي بها واحد المده طويله. ايوا صافي يا هذيك، مشيت للبارك درت واحد ساعه ونص ديال المشي، وكان واحد الجو ما شاء الله رائع رائع رائع. يعني دابا حنايا الا ما استفدناش من هذا الجو ديال دابا، صافي راه غادي يجي غير البرد والشتا، ماشي الشتا الثلج، يعني حنا الصيف تتكون عندنا فيه الشتا، وفصل الشتاء كيكون عندنا فيه الثلج. ايوا صافي هادشي اللي كاين. صافي مشيت وتمشيت مزيان مع راساتي، وهانتوما نخليكم شويه مع الطبيعه. الحمد لله كي شفتوا معايا درت ساعه وسط الغابه، ومنين خرجت من الغابه دست لهنايا لحدا، جيت لحدا الماء الجهه الاخرى. هنايا كاين الماء اللي كيبان لكم هو يا كارمن ريفر، كيقطع في هذه البلاصه عندنا حنا هنا في هذه الجزيره فين ساكنه، يعني هذا الريفر هذه هي اطول ريفر عندنا هنا في هذه الجزيره الطويله، الطول ديالو واحد 10 ديال المايلز، وكيجيو فيه دوك البطيطات ما شاء الله غزالين، تيجيو تمايا واحد المنظر تيكون فيه رائع. وكذلك هنا كيكون عندنا كنكريو الزوراق ديالك بحكافه الناس، كل واحد تيدور كتمشي تديري فيه دوره كامل وتترجعي، تيكون واحد المنظر غزال. واحد النهار ان شاء الله نشاركها معكم.
صافي هنايا بديت عاوتاني درت واحد شويه ديال البريدين هنايا حدا الماء. شوفوا السما ما شاء الله كي دايره، واحد نسبه الاكسجين ما نقولش لكم عليها، زعما ما شاء الله. صافي هنايا قلت صافي، ما برزت لدوك البطيطات مساكن كانوا باركين برزتهم. صافي دابا ان شاء الله غادي نعاود نطلع ونمشي ندخل الجهه الاخرى. غادي نتمشى شويه عاوتاني وسط واحد الغابه، عندي غابة ديال هادوك الباين تري غندوز منها ان شاء الله، وغادي تخرجني في الجهة الاخرى ديال هذاك كارمن ريفر. سو هانتوما معايا، هادي هي الباين تريز ما شاء الله، تا هما يا غزال الشجر طويل، عرفتي راه كنهز راسي حتى الاخر ونعاود نهبطو ما شاء الله. والريحه ديال هذاك العود ديالهم كلنا كنعرفوا الباين تري بان الريحه العود ديالو كيطلق ريحه زوينه. صافي هي هذيك، دابا غنتمشى واحد نص ساعة إن شاء الله باش نخرج حدا عاوتاني الماء من الجهة الأخرى. صافي هانتوما معايا. كنت راجعة لهذا الباركين للطوموبيل وكنشم هذا الريحة ديال النعناع عاطية مجاهدة. كان واحد البوليسي تما ونقول لي واش زارعين النعناع، كتشم ريحة النعناع كثيرة. قال لي زارعين واش يعجبك، قلت لي قال لي خودي راه هو هنايا مسكين، ويدخلني لهذا اللي عنده اللوفين كاين المكتب ديالهم ستيشن تاع البوليس. قال لي راه دايرينو تما يوناد، وكنا درناه غير على قبل الريحه فهمتي. وانا نقول لي احنا، قلت لي راه كنشربوه احنا في المغرب، راه كنصوبو باتاي وهالي كنديرو وهالي كنديرو. ويقول لي هزي مسكين، تيقول لي قطعي قطعي، بدا تيقطع معايا قلت له الله يكثر من مثالك. صافي هي هذيك قطعت، ويقول لي طاحت عليه ديك الفكره كيما وريتكم في الميكا. قال لي خدي راه فيه الجدوره، خدي راه باش تزرعيه، اللي عندك فين تزرعيه. قلت لي عندي، ويقول لي زرعيه راه تيطلع. قال لي دغيا مزيان، ما نقول لكم دير بحال تيميلجه اللي كنقول احنا تيميلجه في المغرب بحال هكاك. ايوا صافي هذيك خديت داك الشيء اللي قسمنا. قال لي وقت اللي جيتي هنا، قال لي واخا ما نكونش، وعطاني سميتو قال لي غنقولها لهم وخدي اللي بغيتي. قلت لي صافي شكرا. صافي هي هذيك، دابا حنايا انا رجع للدار في الطريق ديالي وانايا هذا راجعه، عيطات لي بنتي قالت لي اجي عافاك جيبيني، وليت عاوتاني درت يوتيرن دوميتور ورجعت جبتها من المدرسه. كاين هذاك الشيء داك الاحتفال ديال العيد ديال اليهود وهذا، قالت لي ما بغيتش نبقى زعما باركه ما كنشاركش في داك الشيء. صافي هي هذيك، مشيت دابا المدرسه دخلت عطيتهم انا باش تخرجي دابا ولادك من المدرسه، كتعطيهم ايدنتيفيكيشن زعما بحال بيرمي ولا شي حاجه. صافي تقول لك تسنى هي غادي تجي، مشيت عطيتهم داكشي وسينيت لهم وهذا. ورجعت انا للطوموبيل بين ما هي يعيطوا عليها وتجمع كتباتها وداكشي وتخرج. صافي ديك رجعت انا دابا للطوموبيل كنتسناها وهذا بين ما تجي.
تشارك معكم هنا المدرسه ما شاء الله كي دايره نقيه وزوينه محافظين عليها. صافي دابا حنايا راجعين دابا ان شاء الله لهذا الدار، خصني دغيا نوجد لهم الطبله، نمشي نوجد راسي، لان في العشيه عندي غادي نمشي المدرسه ديال ولدي الصغير ادم. عندنا اليوم المقابله كنديروا التعرف مع الاساتذه اللي غادي يقراو لينا ولادنا وكل شيء، وغادي يهضروا لينا على البادجيت. دابا الناس اللي ما تيعرفوش هذه القضيه هذه تيقول لك المدارس في امريكا فابور، المدارس في امريكا ماشي فابور، اوكي كتسمى بابليك سكول ياك ديال زعما الحكومه، ولكن بالنسبه للناس اللي كارين كتقام عليهم فابور. اما الا كنتي شاريه هنا في امريكا كتخلصي الضريبه، بحال دابا حنا الضريبه ديال الدار اللي كنخلصوا كل عام النص ديالها كتمشي دابا للمدرسه. دابا انا داري بوحديتها كتمشي مات $6,000 كتمشي للمدرسه، هي باش كيقراو الدراري فيها لو بوس فيها كلشي، والنص الاخر كيمشي بحال هكا البوليس الطوبيسات اللي كيركبوا فيهم الناس، مهم داكشي الاخر حتى حاجه ما فابور، كلشي بالفلوس. اللي فابور عليه هو الناس اللي كاريه. اول حاجه هنايا مشيت للمدرسه ديال ولدي، داونا هنا مصوبين لينا هذه البقاعه هذه، هضرات فيها المديره ديال المدرسه زعما اشنو مايا لي زاكتيفيتي اشنو مايا القوانين، الدراري خصنا نهضروا مع اولادنا. صافي منين سالات هنا مشينا الاقسام، هذا القسم ديال الابن ديالي، هذه الطاوله ديالو، كيديروا كل 4 طاولات مشاركين 4 تلاميذ، كل واحد مقابل مع الاخر باش تيخدموا تيعلموهم انهم يكونوا يخدموا مجموعين. لقينا الاستاذه مصوبه لينا هاد الملفات الصفر، كل طاوله حطاها لينا. هنا غندير لكم غير واحد الدويره صغيره لان عرفتوا مع الناس وداك الشيء ما خصنيش نصور، غير خطفت هنا بلاصه ديال لايبراري، الدراري ملي كيبغيو يقراو كتبه ديال مست القسم. هنايا النص تاع القسم الاخر دايرين فيه فين يعلقوا شكايرهم وداك الشيء ديالهم، الماكله اللي كيجيبوا، وتمايا النص الاخر بحال دابا فين تيغسلوا يديهم واللي بغى يسخن الاكل ولا شي حاجه. هنا ما قدرتش نشد، ما بقاش كيديروا لهم لا السبوره لا والو، ولاو تيديروا لهم ديريكتومون تلفازه كبيره واحد ليكرون كبيره، ولكن مع كانت الاستاذه وكانوا الناس واقفين تما ما قدرتش. هنا في الدخله ديال القسم الدراري كل واحد صور وجهه تيكتب على راسه زعما اشنو اللي كيبغي، هكا الاستاذه كتاخذ عليهم فكره. وقفنا هنا الاباء بدينا كنقراو صافي. هنا منين هضرنا وسالينا هضرات معنا الاستاذه على زعما انت غتعطيهم لي دوفوار بحال الجمعه، ما كتعطيهمش لي دوفوار، تقول لهم الدراري خصهم يتسرحوا في السبت والحد، ينساو شويه المدرسه ويتسرحوا في داك الويكاند ديالهم حتى يبداو عاوتاني اثنين. هضرات معنا على الامتحانات كيفاش غادي دير لهم، المهم حتى تعطينا فكره باش نكونوا عارفين. كتعرفوا الدراري بسلامتهم راه ما تيقولوش كلشي للاباء ديالهم، داك يقولوا غير اللي بغاو. صافي هنا من بعد ما خرجنا داروا بينا واحد الدوره على المدرسه وراونا فين كيلعبوا الرياضه وداك الشيء. صافي هنايا ومشينا للباركين، حنا الباركين الاول ديال المدرسه لقيناه عامر، صافي حنا باركينا بعاد. صافي مشينا دابا ان شاء الله وغادي نمشي دابا للدار، وهكا ان شاء الله غادي نكون انا ساليت معكم الفيديو ديالي ديال اليوم، وكنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. قلت غير باش نخرج شويه من المطبخ والماكله ديتكم معايا شويه الاكتيفيتي اللي درت، وغادي نقول لكم السلام عليكم وشكرا على المشاهده.